كابتن كمال. طبعا كابتن كمال كان في جهاز فني تاريخي لمنتخب مصر مع كابتن حسن شحاته. وجودك مع كابتن كمال وانت بتشوف اللعيبه دي والنجوم اللي هم كانوا جيل عظيم جيل تاريخي لمنتخب مصر فرق معاك؟ يعني خلى طموحاتك مختلفه؟ جدا يا كابتن. انا من صغري كنت يعني حضرتك عارف يعني حاجه تبقى قاعد مع كابتن ابو تريكه وكابتن عبد الظاهر سقه وكابتن محمد زيدان وكابتن عماد متعب وكابتن حسام غالي وكابتن عصام الحضري، مش عايز انسى اسماء، وكابتن احمد حسن طبعا. مين كان مثلك الاعلى فيهم؟ من ناحيه لعب ولا لعب؟ من لعب كابتن محمد زيدان. كان نفسك تبقى زيه؟ لا، لان انا يعني نادر قوي كنت بشوف واحد وهو بيجري، مش مثلا واقف تمركز، لا هو بيجري بيشوط. يعني في ماتش البرازيل لو تفتكر حاجه، جاب جول وهو بيجري، راح حاطط وش رجله كده. فكان امنيه حياتي ان انا اطلع شبيه كابتن محمد زيدان يعني. او وجودك في وسطهم ده اداك طموحات مختلفه؟ طبعا طبعا، خلاني ان انا ما عنديش رهبه ان انا لو من صغري العب فريق اول، لان انا كنت على طول في التمرينات بتاعتهم انزل العب كده بالكوره مع بابايا ومع اللعيبه وكده، فما كانش عندي الرهبه دي خالص لما طلعت فريق اول.